انت بتتكلم على بتقول لي 25 يناير وانعزلت عن العمل السياسي 7 سنين من بعدها عشان الحكايه. يا سيدي هو اللي عمل الانتخابات وجاب الناس مين؟ انا اللي جبتهم. ما تردوا عليا، انا اللي جبت الناس دي. لا يا فندم انا بتكلم بجد، مش انتوا عملتوا. اتعملت حاله، الحاله دي افرزت، الدوله فكت، والاساس اللي كان موجود قبل كده ما بقاش موجود. وبعدين حصل ايه؟ عملنا انتخابات، البرلمان جاب اللي شفتوه، صح كده؟ طيب مش راضيين. ما رضيتوش ليه؟ طيب كويس. بعدين عملتوا انتخابات رئاسيه جابت اللي انتوا شفتوه، يعني خراب في خراب يعني. والله العظيم يعني خراب في خراب يعني. طب انت عشان تتخلص من الخراب ده اكمنك ما شفتش تداعياته وربنا يسلمها عليك، جاي تطلب كل حاجه كامله، جاي تطلب كل حاجه كامله وكأن البلد ما كانتش في ازمه كبيره جدا جدا. انا عايز اقول لك على حاجه، واقول لك يا دكتور شادي، احنا اتكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد احداث 25 يناير، مش كده؟ لا، غير الارهاب، غير الارهاب. انت الاحتياطي بتاعك اللي كان موجود خلص في سنه ونص، اللي انت قعدت 17 15 سنه تكونه، ولا انا بقول يا دكتور معيد 20، تكونه في 15 20 سنه، الدوله ماتت عقبال ما عملته. انت جيت في من 25 يناير لغايه للانتخابات كنت مخلص عليه. طب هو بيرجع يعني يعني بيرجع ازاي يعني؟ بعدين جه مشي راح ضرب الكنايس وضرب الجوامع وضرب محطات الكهرباء وضرب كل شيء، ويزعل اخويا عبد المنعم يقول لي ايه؟ طب والناس اللي موجوده ده انقاذ وطن، ده ايه؟ انقاذ وطن. لا، ده اللي هيحاسبني عليه مش انت، ده مش انت اللي هيحاسبني عليه، ربنا يقول لي ضيعت ال 100 مليون خليتهم مشردين في كل حته. انا ما بخافش ابدا، ولو كنت خفت كنت زمانكم دلوقتي كلكم في خراب ودمار للبلد دي، خراب ودمار. اوعوا تنسوا. مش تقول لي يا ترى الحوار هيوصل لايه؟